عبر سكايب رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الدكتور أحمد الياسري. أهلا بك دكتور أحمد. ما هي الرسائل من الخطوة الإسرائيلية باستهدافها لهنية، ولماذا اختارت الأراضي الإيرانية بالتحديد؟ تحية لحضرتك أستاذ شاه، وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني رسائل تصعيدية، إسرائيل تحاول أن تصدر يعني فكرة الدولة المتفوقة في الشرق الأوسط بعد تداعيات أحداث أكتوبر وامتدادات الحرب في غزة التي يعني لم تنتهي حتى هذه اللحظة، لم تحقق إسرائيل أهدافا استراتيجية من الحرب في غزة. صحيح هي قامت ب يعني تدمير مساحة كبيرة وقتل كبير، ولكن هذا التدمير والقتل لا يعني لا يعد أهدافا استراتيجية تحاول أن تمتص الضغط الداخلي الذي تتعرض له حكومة نتنياهو. لذلك لجأت إلى أسلوب قديم، هو الحقيقة ليس جديد، أسلوب الاستهدافات الاستخبارية النوعية، ويعني محاولة ل يعني خلق حالة من يعني رمزية الانتصار وتسويق المنطقة كدولة قوية وللداخل الإسرائيلي كدولة يعني تحقق أهدافها من هذه الحرب. ولذلك يعني إضافة إلى الاستثمار أيضا في مساحة تحدي مع إيران، الدولة الطامحة والمهمة في الشرق الأوسط. ولذلك أنا أعتقد هذه الرسالة موجهة لإيران أكثر منها موجهة لحماس. ممكن استهداف الضيف أو قتل يعني استهداف يعني بعض قيادات حماس في لبنان في الفترة الأخيرة، هذه رسائل حماس. ولكن استهداف بهذا الشكل الدهنية وهو المقيم في قطر في داخل طهران، أنا أعتقد موجه إلى إيران، وإيران يعني تلقت الرسالة. وبالتالي دكتور أحمد، إيران تحدثت عن أن إسرائيل ستندم، وتحدثت أيضا عن رد قاسي وموجع. كيف تتوقع أن يكون شكل هذا الرد هذا من قبل إيران بعد هذا الوصف؟ تعتقد أنها ستذهب أبعد من ضربات روتينية كما يصفها البعض، قد تستهدف منشآت اقتصادية برأيك؟ أنا لا أجد أنه يعني في المنطقة هناك قرار استراتيجي للحرب المفتوحة، لا عند إسرائيل ولا عند أمريكا ولا عند إيران حتى. ولكن بكل تأكيد إيران ستحاول أن يعني تعيد تنظيم قواعد الاشتباك مع إسرائيل، وتحاول أن تجعل إسرائيل يعني لا تقترب من حدودها الجغرافية ولا تستهدف يعني أهدافا منتخبة في داخل إيران. يعني ممكن أن يتم هذا الأمر في الميادين التي تدعمها إيران، في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق، ممكن أن يحصل هذا الشيء. يعني لا تتوقع أن تكون مواجهة مباشرة مع إيران؟ لا، أنا يعني قراءتي الشخصية لا أعرف نحن الآن في مواجهة مباشرة. ما نطرحه في الإعلام يعني أنا آسف جدا، ولكن سأكون مباشر وليس دبلوماسيا. يعني نحن الآن نعيش حرب مفتوحة، المنطقة تعيش حرب منذ أكتوبر الماضي، يعني سنقترب من السنة ونحن نعيش الحرب ونقول أن الكل لا يبحث عن حرب مفتوحة. يعني مشاهد الحرب المفتوحة واضحة جدا، يعني استهداف الحديدة، غلق البحر الأحمر، الاستهدافات في بحر العرب ومضيق هرمز والبحر المتوسط، الاستهدافات في العراق، في سوريا، في الضاحية الجنوبية، في داخل إسرائيل، في داخل إيران. كيف يكون شكل الحرب؟ ولكن الحقيقة الحرب النمطية الكلاسيكية البرية هي هذه ما يقصد يعني ما تقصد بالإعلام. هذا طبعا لا تتحقق مع إسرائيل، لأن إيران ليس لديها حدود جغرافية مباشرة، وأن القوة التي تدعمها إيران هي قوة فصائلية، يعني ليست جيوش كلاسيكية حتى يعني مثل الجيش المصري حتى يدخل حرب 67 و73 مع إسرائيل. هذا الأمر لا يمكن أن يحصل. فأنا أعتقد نحن نعيش حرب أكبر من الحرب النمطية، ولكن الكل يتحدث انه لا نريد ان نفتح الجبهات. ما هي الجبهات عفوا مفتوحه، والقتلى بعشرات الالاف، والامن القومي لدول الشرق الاوسط كله مهدد، الامن التجاري كله مهدد، لا احد يعرف يعني الى اين سنصل. يعني ولا زلنا نتحدث عن امكانيه فتح هذه الحرب او اغلاقها. انا اعتقد الحرب هي مفتوحه، ولكن شكل ونمط الحرب هو المختلف، لانها تدار بواسطه
فصائل وقوى غير نمطية وغير بلاستيك. طيب هل تدفع إسرائيل إلى إعادة دائرة التوتر بين أمريكا وإيران والدفع لمواجهة مباشرة عقب تهدئة الملف النووي التابع لطهران؟ أنا أعتقد إسرائيل تحاول زج إيران في حرب مع الولايات المتحدة. وهل ستنجح بذلك أم لا؟ الأمر يعتمد على السياسة الإيرانية. إيران تحاول أن تتجنب فكرة أن تأخذها إسرائيل إلى الحرب. كيف ترى السياسة الإيرانية مع انتخاب الرئيس الجديد دكتور أحمد؟ ملف السياسة الأمنية في الشرق الأوسط ليس مرتبطا بموقف الرئاسة في بوزشكيان. تغير بوزشكيان ممكن أن يغير هذا اتجاهات هذا الملف. هو مرتبط بالحرس الثوري، والحرس الثوري مدعوم من مؤسسة ولاية الفقيه، ولذلك الأمر يعتمد على ما ستتعرض له إيران. الاستدامات التي بكل تأكيد إيران أيضا تصدر فكرة التفوق والمنطقة، وأنها دولة تمتلك قدرات عسكرية وقدرات جغرافية أيضا. إيران من أهم مقومات قدراتها العالية جدا أنها تمتلك جغرافيا، وبالتالي هي أقوى من إسرائيل وأقوى من الكثير من دول المنطقة بهذه النقطة. فهي ليست دولة هامشية، دولة محورية بكل تأكيد لديها استراتيجيات الخاصة، ولكن من يدير الاستراتيجيات الأمنية في الميادين كنت أكيد هو ليس الجيش الإيراني أو جهاز الاطلاعات، لا، هي قوى الحرس الثوري. والحرس الثوري قوى عقائدية لا تميل إلى السياسة والدبلوماسية، هي تميل إلى الفكرة المواجهة الأيديولوجية. ولا أعتقد أنه هذه فرصة بالنسبة للحرس الثوري أن تحارب إسرائيل، لأنها تفرض الشحنات الأيديولوجية تجاه هذا العدو الذي كانت تنشئ أفراد هذه القوى العسكرية على عدالته ومحاربته. دكتور أحمد، نتحدث عن العراق اليوم. العراق بحسب مسؤولين يبحث عن التهدئة فيما لم يحسم بذات الوقت موقف الفصائل المسلحة، والذي يبدو أنهم سيشاركون بالمواجهة المحتملة، خاصة طبعا بعد قصف جرف الصخر. العراق في هذا المعهد هو دولة ظل، لا يوجد قرار أمني وعسكري محوري. العراق ليس جزءا من المعادلة الحربية، لم يتخذ الموقف الإيراني، ولم تقريبا هو أقرب إلى موقف الجامعة العربية والدولة على مستوى الحكومة تحت، ولكن القيادة الأمنية العراقية قرارها ليس مزدوجا وليس موحدا. فبكل تأكيد هناك قوى فصائلية لا يرتبط قرارها الذاتي بالقرار الحكومي، وهي لديها أجندة وقرارات أمنية خاصة بها. هذا الذي قد يحرج العراق، خصوصا وأن فكرة توحد الساحات أتت بأثر عكسي. إسرائيل الآن هي التي تستغل فكرة توحيد الساحات، فبدأت تستهدف كل الساحات. لذلك الساحة العراقية أنا شخصيا أنبه أنه ممكن أن تكون مفتوحة من إسرائيل، ممكن أن تستهدف مطار بغداد، ممكن أن تستهدف. إذا تم استفزاز إسرائيل والتدخل مباشر عبر قوة عراقية، إسرائيل سوف لن تسكت وسوف لن تضرب الفصائل، ستضرب الدولة العراقية. النتيجة ما يهم إسرائيل أن لا يستقر العراق، أن لا يكون في العراق دولة قوية، مش أن لا يكون فصائل. فأنا أعتقد خطر جدا أن تزج بنا الفصائل العراقية في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. والحكومة العراقية يجب أن تنظم نفسها على المستوى الأمني وتربط قرارها الأمني بقرارها السياسي. رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الدكتور أحمد الياسري، شكرا جزيلا لك.